لمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عمرو فاروق الباحث في شؤون الحركات الإرهابية. برحب بك فندم معنا طبعا إلى هذه التغطية الإخبارية. إذا اليوم هو ذكرى اليوم الأهم والفارق بالنسبة لحياة كل المصريين، يوم ذكرى تفويض كل الشعب المصري وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي حينها طبعا مكافحة الإرهاب في ذلك الوقت. أهمية هذا اليوم أستاذ عمرو، ما هي الرسالة التي ممكن أن نخرج منها من هذا اليوم المهم بالنسبة لحياة كل المصريين؟ أهلا بك أستاذة لانا وأهلا أستاذة المشاهدين. ومصر دائما في استقرار وأمن وأمان، يعني على مدار العشر سنوات الأخيرة الدولة المصرية شهدت حالة من الاستقرار. وعايز أقول لك أن يعني خبراء علم الاجتماع السياسي يصفوا قرار تفويض المصريين للفريق عبد الفتاح السيسي في 26 يوليو 2013 بأنه يعني قرار جاء لبناء إكمال دولة 30 يونيو، وأنه الدليل التاريخي والسياسي على بناء شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتسويقه بظهير شعبي وسياسي غير تقليدي. ربما هذا الظهير لم يتكون إلا في حالات نادرة على مدار تاريخ الدولة المصرية الحديث، يمكن وضعوه في مقارنة مع يعني شعبية أو دور وتأثير محمد علي والرئيس جمال عبد الناصر. هذا صحيح. هذه الحالة الجارفة من الشعب المصري التي تحمل الحب لهذا الرجل الذي تحمل قرار خطير جدا في مرحلة مهمة من تاريخ الدولة المصرية، وعايز أقول لك أنها كانت مرحلة فاصلة، يا إما أن تكون الدولة المصرية باقية وإلا ألا تكون. إحنا كنا داخلين على حرب حرب أهلية يتم التجهيز ليها. عشان كده بنقول أن قرار التفويض هو أحد أهم قرارات استكمال الثورية الدستورية في هذه المرحلة. صحيح. تفكيك دولة أو ما تبقى من دولة مرشد الإخوان والقضاء على نفوذ جماعة الإخوان داخل مؤسسات الدولة اللي هم تمكنوا منها في خلال مرحلة 3 سنوات تقريبا من 2011 لمنتصف 2013. كان هذه القرار يعني قرار التفويض كان قرار مهم جدا لاستكمال المشهد، لأن المشهد يمكن بنقول إن 30 يونيو وبيان 3/7 كانت خطوات أولية، لكن القرار الفعلي لتفويض هذا الرجل استكمال بناء الدولة الجديدة هو أهم ما في هذه القرارات. يعني بمعنى أدق هو البداية الحقيقية ل يعني التنمية في الدولة المصرية والاستقرار للجمهورية الجديدة. صحيح. أو لأنه كان البداية الحقيقية في أن يبقى عندنا مبادئ دستورية وللمرحلة اللي كانت بتعيشها الدولة المصرية، خاصة في القضاء على العنف وسيلة العنف اللي انتشرت والتي جاءت نتيجة الإطاحة بمحمد مرسي وبحكم جماعة الإخوان وسيطرتهم وهيمنتهم على مؤسسات الدولة وتطويع الدولة المصرية حتى تكون جزءا من التنظيم وجزءا من جماعة الإخوان وليس العكس. يعني كان المفترض أن تكون هذه الجماعة أن يعني تذوب داخل الشارع المصري، إلا أنها أبت ألا تكون هكذا، وأخذت قرار أن تحول الدولة المصرية إلى جزء من التنظيم الدولي. صحيح. على كل المستويات، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمستوى الدعوي كذلك، لأن احنا كنا داخلين في مرحلة صعبة جدا. يمكن حجم العنف اللي تولد في الشارع والاستهداف مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية كمان، يمكن بعد يعني هذه المرحلة أو بعد قرار التفويض احنا شاهدنا مجموعة من العمليات المسلحة، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية والهجوم على مديرية أمن الأهلية ومذبحة رفح الثانية اللي كانت بعد أيام قلائل من قرار التفويض. طب أستاذ عمرو، في هذه النقطة يعني كل هذه الصعوبات والتحديات، يعني من وجهة نظر حضرتك ما هي أهم العوامل التي ساهمت في نجاح هذه المنظومة التي تبعتها القيادة السياسية في مصر في ذلك الوقت، طبعا في مقدمتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة ومكافحة الإرهاب وكل عوامل العنف والأفكار المتطرفة في هذا الوقت؟ وإلى أي مدى تجني الدولة المصرية ثمار هذا الجهد وهذا القرار الصارم في هذا التوقيت بالتحديد؟
لا يعني دعم الشارع المصري كان مهم جدا في هذه المرحلة. رؤية ودراية المؤسسة العسكرية بالمخطط اللي كانت الدولة المصرية ماشية في اتجاهه، خاصة ان احنا زي ما قلت لك احنا كان الهدف من وصول جماعة الاخوان الى السلطة اسقاط الدولة المصرية وانتصار هذه الدولة الى مجموعة من الدويلات وبناء مرتكزات للجماعات المتطرفة داخل حدود الدولة المصرية سواء على الحدود الشرقية او الغربية او في العمق القاهري. يعني فكرة ان كل المؤسسة العسكرية عندها رؤية للمشهد وما يدور في كواليس هذا المشهد ويكون عندها كمان استنتاجات لما سيحدث بعد قرار الإطاحة وضرورة أن يتكاتف الجبهة الداخلية لمواجهة هذا التصرف وأن تكون الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية على قلب رجل واحد لمواجهة هذا العنف اللي كان مستشفي فيه يعني أركان الدولة المصرية والقضاء على الفوضى، لأن احنا كان في مقابل التصرف والإرهاب اللي كان موجود في حالة من الفوضى اللي كانت موجودة غير عادية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. الدولة كانت مترهلة، أن تتعافى الدولة المصرية بهذا الشكل وتعود إلى ما كانت عليه ما قبل 2011 وبأفضل ما كانت عليه كذلك الأمر حتى على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، ده نجاح في حد ذاته. هذا النجاح يحسب للقائمين على النظام السياسي الراهن، اللي الدولة المصرية لم تقع في مستنقع الإرهاب، لم تقع في مستنقع الفوضى. يمكن نلقي نظرة على الدول العربية المحيطة، ما يحدث في اليمن وما يحدث في ليبيا وما يحدث في السودان وما يحدث في سوريا، كل هذه الأمور ليست من قبيل التهكم، لكن هذا واقع حقيقي. يعني بنظرة بسيطة جدا، شعوب هذه الدول هم أين هم الآن؟ اقتصاد هذه الدول إلى أين وصل يعني إلى الآن على مدار العشر سنوات الأخيرة؟ حضارة هذه الدول أين هي؟ يعني هناك إذا يعني هناك الدول لم تسقط فقط، لكن سقطت معها حضارتها. الدولة المصرية بفضل الله باقية ومستمرة، يعني بفضل أولادها المصريين وبفضل وأنا في اعتقادي وفي اعتباري بأحمل هذه النجاحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل الذي اتخذ القرار صحيح. المناسب في الوقت المناسب وتحمل عبء هذا القرار، لأن هذا القرار ليس سهل. ماذا كان سيحدث لو لم تنجح ثورة 30 يونيو؟ طيب خليني أخذ من كلامك أستاذ عمرو مسألة تحمل المواطن المصري لهذه الفترة العصيبة. خليني أسأل حضرتك على ماذا كان الرهان في هذا التوقيت؟ هل كان على يعني قوة وقدرة تحمل المواطن المصري لكل هذه التحديات والأعباء، أم كانت على النظرة الثاقبة والاستباقية لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت، وعلى الإجراءات الحكيمة جدا والاحترافية لقيادة السياسية في هذا التوقيت، أم كان على تكاتف الجبهة الداخلية كما حضرتك ذكرت منذ قليل والملحمة الوطنية والتكاتف والتعاون ما بين كل قطاعات الدولة المصرية والشعب المصري؟ ما نقدرش نفصل جهد أي قطاع عن أو خاصة أن دايما معدن الشعب المصري يكون يعني وقت الأزمات بيظهر وبيكون واضح جدا، ودايما الجبهة الداخلية المصرية بتكون متوحدة في وقت الأزمات، وده كان واضح حتى على مدار التاريخ أن الشعب المصري تاريخيا بيكون دايما على قلب رجل واحد، وليس المجتمع فقط، هناك أيضا يعني المؤسسة العسكرية هي ابنة هذا الوطن صحيح. المؤسسة الأمنية هي ابنة هذا الوطن. ما نقدرش نفصل نقول يعني ما هم دول فصيل من فصيل المجتمع، هم أبناء المجتمع. فهذه المؤسسات مؤسسات وطنية، الشعب المصري بيتميز بروح الوطنية وحرصه على بلده وقت الأزمة وقت الخوف، هو تغلب على هذه الأمور. كان كل الجبهة الداخلية على قلب رجل واحد. الشعب المصري لم يهاب ما يحدث في ربعة أو يحدث في النهضة، بالعكس كان عنده يقين تام أن هؤلاء نقلوا المعركة أو الأزمة السياسية إلى معركة دينية، وأن هؤلاء لديهم انحراف عقائدي وانحراف ديني وانحراف دعوي ولديهم أغراض سياسية أخرى. ليس الهدف تطبيق الشريعة أو الدعوة الإسلامية كما يدعون. الشعب المصري بكامل أطيافه يدرك وقت الخطر حقيقة المشهد، وده واضح جدا. هاتي أي أزمة مر بها الشعب المصري على مدار تاريخه، هتجد دايما الشعب المصري متكاتف.
هتجد المودة، هتجد الرحمة، ده جزء من الطبيعة الأصيلة للشعب المصري. كذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات الأمنية والعسكرية العاملة داخل الدولة وعلى كل القطاعات، وليس المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، على كل قطاعات الدولة هتجد هذه الروح، هتجد هذا. أنا يعني في اعتقادي أن يعني الدولة المصرية انتصرت بفضل هذه الروح القوية، وبفضل من تولى القرار ومن استطاع أن يدير البوصلة. ما هو برضو دي نقطة مهمة جدا، الشعب كله اتجاه أو كتابها متمسكة، لكن لابد من إيجاد من يدير هذا المشهد. وهذا قدر للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة أن يدير شؤون هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة المصرية، والخروج بها من حالة فوضى ومن حالة يعني تدهور أمني ومن حالة تدهور اقتصادي وسياسي، إن هو ياخذ القرار بهذا الشكل ويعني يخرج الدولة إلى مرحلة الأمان، فهذا يحسب له مهما كانت الأزمات اللي مرت على الدولة المصرية. يعني أنا في اعتقادي إن المصريين طول الوقت بيحملوا لهذا الرجل هذا الفضل وهذه الكرامة. طيب أستاذ عمرو، منذ ذلك الوقت وبعد انتصار الدولة المصرية في هذا التوقيت على بمواجهة الإرهاب وكل عوامل العنف والأفكار المطرفة، نرى دائما السيد الرئيس يتحدث ويتباهى ويفتخر بالتجربة المصرية ناجحة في مكافحة الإرهاب في كل القمم وفي كل المؤتمرات. إلى أي مدى تستفيد الدولة المصرية من يعني تبادل هذه التجارب الناجحة بين الدولة المصرية وعدد كبير جدا من دول العالم؟ يعني الدولة المصرية يعتبر الدولة أو من الدول القلائل في المنطقة العربية اللي هي نجحت في القضاء على التصرف بهذا الشكل، ومنعت أي تمركزات جغرافية، ويعني حتى أصابت المنحنى الفكري لهذه الجماعات في مقتل، خاصة في الزعم بإقامة الخلافة وغيره، وفككت كل التنظيمات اللي كانت موجودة. يعني إحنا الدولة المصرية بره اي الدول قائمه الدول المهدده بالارهاب، حجم العمليات اللي موجوده حاليا صفر يعني بشكل فعلي. طبعا ده ما جاش من فراغ، ان هناك جهود مبذوله على المستوى الاستخباراتي والمستوى الامني والمستوى العسكري، تطهير سيناء بالكامل من هذا العنف والحدود الغربيه وكذلك الحدود الجنوبيه، هذا لم ياتي من فراغ. الدوله المصريه لها برضه لها تجربه طويله جدا مع الجماعات المتطرفه منذ يعني مرحله الستينات وما بعدها، ويمكن كانت اشد وتيره ليها في مرحله التسعينات، وهناك خبرات متراكمه. عشان كده دايما بنقول ان حتى الدوله المصريه لم تتوقف تجربتها داخل نطاق الدوله حدود الدوله المصريه فقط، لكنها نقلت هذه التجربه الى حدود افريقيا وتاسيس ما عرف بالمجد او المركز الاقليمي لمكافحه الارهاب او المركز الافريقي لمكافحه الارهاب. وكذلك الامر هناك توأمة مع بعض الأجهزة الأوروبية في هذا الصدد، لأن الدولة المصرية لها يعني طريقة تعامل. وعايز أقول لك برضو أن الدولة المصرية يعني مع الأسف إحنا معظم يعني العناصر المؤثرة في الحركات المتطرفة معظمهم كانوا مصريين، وكانوا ساهموا في تطوير بعض الحركات العنف المسلح في الخارج، وده يمكن ساعد الدولة المصرية في التعرف على أفكار هذه الجماعات والجوانب الحركية والجوانب الفكرية ومشاريعهم خطط هذه الجماعات، ومن يمول هذه التنظيمات ومن يحركها، لان لها اهداف اقليميه واهداف استراتيجيه بتكون موجوده داخل الدول. يمكن الارهاب طول عمره هو ارهاب يستهدف استقرار الدول ومحاوله تهديد الشعوب والقضاء على حتى الروح الوسطيه والاعتدال. احنا بنقول ان دايما حتى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على مفهوم يعني مكافحة التطرف وتجديد الخطاب الديني ومسألة مراعاة الاجتهاد الفقهي فيما يخص الجوانب الدعوية والجوانب الفقهية الخاصة بمستجدات المجتمع، لأن دايما احنا بنقول أن الدين فيه أمور كثير متجددة مع طبيعة الحال ولابد من إعادة النظر ليها. دايما هو بيؤكد على لذلك دائما الدولة المصرية يمكن أستاذ عمرو استكمالا لكلمك تواكب كل هذه التحديات وهذه الصعوبات. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو فاروق، الباحث في شؤون الحركات الإرهابية.